خلينا نرحب كده بكل مشاهدينا في كل مكان، رب تقضوا عندنا وقت حلو وتتبسطوا عندنا النهارده في 4 شارع شريف. النهارده عندنا كل سكان الشارع جايين متألقين لزاز مبسوطين، وان شاء الله نبسطكم خلال الساعتين اللي جايين. النهارده انا مبسوط شويتين. ليه بقى؟ عشان معايا واحده من سكان شارعي اللي انا بقدرهم جدا، كانت مسافره السويد، قعدت كده فتره تشتغل وهي مسافره. انا كنت متاثر جدا، انا جاي هنا افتتح 4 شارع الشريف على قناتنا قناه الحياه وهي مش معايا، ورجعت بالسلامه. واول ما رجعت بقى لها كام يوم قلت لها لازم تيجي فورا عشان تنضمي وتسكني في الشارع. فتحيه كبيره قوي 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 لشاف منى الصباحي. طيب بعد ما نخلص مع منى الصباحي عندنا النهارده فقره هنتكلم فيها حاجه مهمه قوي. في الاونه الاخيره ابتدينا نسمع عن الاكل الخالي من الجلوتين، وانا مش فاهم قوي القصه دي وازاي الاكل يبقى خالي من او يبقى جلوتين فري والقصص دي كلها. فالنهارده هنفهم الموضوع ده من باساند الحمامي، هي مؤسسه سي سولت بيكري وكافيه، وخبازه معتمده من ICIF اللي هو الاكل يعني. هي هتفهمنا ده كله ايه، بس نحييها الاول تحيه كبيره قوي 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 قوي. ايه الحلاوه دي؟ ازيك؟ الحمد لله. ازيك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. انت مصريه؟ مصريه؟ اه. مفيش عرق من هنا ولا من هنا؟ الباني. الباني؟ الباني. اه اوكي. طب انا عارف اسم باسنت اللي في اخره تي. يس. انت بالدي. بالدي. ايه يس. بقى؟ هو يعني مش اسم، هي كلمة Persian فارسي. فارسية. معناه your favorite choice أو اختيار. طيب احكي لي بقى عن فكرة الأكل الخالي من الجلوتين ده، ليه تخصصتي في الموضوع ده؟ لأن أنا شخصيا عندي حساسية من القمح. أوكي. ومن الألبان كلها. أوكي. ف وده من صغري كان باين عليا إن في مشكلة مع الأكل، الهضم بقى والحاجات كتير حصلت يعني في التشايلدهود. وحصل لي بقى موقف ان انا عييت جامد، ف اوكي كان حصل سويتش كده في حياتي من the normal life of يعني حد بياكل حاجات طبيعيه، حد بياكل حاجات طبيعيه جدا ومش فاهم ان الاكل ده ممكن يسبب مشاكل جامده. طب يعني ايه خبيره معتمده من ICIF؟ Certified baker. آه. بس gluten free. gluten free. اوكي. انت النهارده مشرفانا منورانا حبيبي، وهنعملك دعايه للكافيه بتاعتك. اوكي. اي خدمه عشان تستاهلي. مشرفاني منوراني باساند الحمامي. بعد ما نخلص معاه هنروح بقى فقره الورشه والصناعات المصريه. النهارده معايا راجل كان معايا من سنه تقريبا، وكان عامل اكسسوارز حلوه قوي ومختلفه جدا وبمواد عمري ما شفتها بيتعمل فيها اكسسوارز. فانا قاعد معاه كده على الهوا قلت له ايه؟ ما تجرب تعمل ترابيزات من الماتيريال دي او من الخامات دي. اسبي افاجئ انه عمل ترابيزات تجنن وكواليتي عاليه قوي، والمره العشرة عمال اقول الصناعه المصريه عندنا عماله تتقدم تتقدم تتقدم، وبطلوا تستوردوا حاجات ملهاش لازمه عشان عندنا حاجات ليها لازمه حلوه بنصنعها في مصر. فخلينا كده النهارده نرحب في الورشه عندنا بالديزاينر احمد عبيد، مشرفنا ومنورنا. اهلا اهلا اهلا. انت عقدتني. ايه رايك بقى في الحياه الجديده؟ تهبل تهبل. عملنا ترابيزات، سمعنا باسم النصيحه بتاعتك. آه. وعملنا انتيكات غير الجولري، وان شاء الله. طب والناس ابتدت تشتري الترابيزات دي؟ الترابيزات دي الحمد لله يعني تاني كوليكشن عملناه. اول كوليكشن كان في عياده. آه. وعملناها كلها ديكوريشن سواء الفرنتشر او عملت عياده كلها بالماتيريال بالودن ريزن. اوكي الحمد لله. ودلوقتي بنحاول برضه ناخد النظره على التيبلز بالذات. آه. شغلها ممتع. انت مبسوط وانت بتشتغل؟ طبعا. بس هو ده اهم طبعًا. حاجه تبقى مبسوط، عشان كده الناس هتشتري حقك وهم كمان مبسوطين. يا رب ان شاء الله. بشكرك ان انت معانا النهارده في فقرتك، هنتفرج على الكولكشن الخاصه بيك. ان شاء الله. اهلا بيك. أهلاً استاذنا. طيب بعد كده عندنا فقره اللي بنتكلم فيها، الفقره اللي بنتكلم فيها عن الماسكات الطبيعيه. ما دام قلنا ماسكات طبيعيه في 4 شارع شريف، يبقى مين عندنا يا اولاد؟ الجميل المشاغب اللطيف الصديق الصدوق حسام المراغي. ازيك؟ اهلا وسهلا بك. انا اسف جدا البنطلون بتاعك اتنتش. ايه؟
البنطلون بتاعك اتنتش، انا شايف فيه نتشه في الجنب. ما وانا جاي كده علشان خاطر عشان شارع شريف كان فيه مسامير كتير جدا. لا يا حبيبي انا شارعي زي الفول، انت اللي جاي كده من بيتكم. اعرفش عشان شارع شريف اول ما دخلت كده كان هو انت شاري البنطلون طب انا بنطلوني في يا كذا نتشه. انا مش مدرك هو لابس بنطلون كله قطع من فوق لتحت، ولما انا بنطلوني اتقطع بالصدفه بيتريق عليا. ردوا انتوا بقى علي. يعني هو ده اتقطع بالصدفه البحته في شارع شريف؟ لا بجد نجيب لك بنطلون تاني، الانتاج يجيب لك حلم بنطلون. دو شوف له بنطلون ايه بانتاكور كده اللي هم القصيرين دول، وحط له حته دانتيل من تحت. ازيك سري؟ هتكلمنا عن ايه النهارده؟ النهارده هتكلم على التجميل بمكون واحد. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني هتعمل ماسك بحاجه واحده، هتعمل صنفره بحاجه واحده، هتعمل فيشر مساج بحاجه واحده، هتعمل كريم بحاجه واحده، كل حاجه بحاجه واحده. حتى ابتدينا نبسط جدا جدا على الناس، بدل ما يعملوا خطوتين ويجيبوا وصفه، يعني وصفه فيها اثنين مكونين، حاجه واحده وهتعمل نفس التجميل. يعني هذا الفقره بعنوان بحاجه واحده؟ بحاجه واحده. يعني نكتب كده التجميل بحاجه واحده. حسام المراغي بحاجة واحدة. بحاجة واحدة. أهلا بيه. أهلا. منور كالعادة. معنا حسام بحاجة واحدة النهاردة، مشرفنا ومنورنا. هنسمع النهاردة المزيكا اللي على مزاجي والأغاني اللي على مزاجي قوي. مادام قلنا أغاني وحاجات شرقية على مزاجي بأكيد مزازيك مشرفنا ومنورنا الأساتذة كلهم. أهلا أهلا أهلا. ازيكم يا اولاد؟ الحمد لله يا حبيبي. زي الفل. زي الفل يا حبيبي. فين وائل مش شايفه؟ مستخبي ليه؟ يقف بس. طيب هتسمعوني ايه دلوقتي؟ ورده بقى، نقول لون الملامه. الست ورد طبعا، انا بحب اقول عليها الست ورد يعني لانها عظيمه. لون الملامه دي اغنيتي المفضله طبعا. بس أوكي؟ انت عايز الكوبليه الاخراني بتاعك صح؟ الكوبليه اللي هي من اول، عايز اسمع الحته اللي يا عيون عطشانه. اه بتحبوها؟ عشان انا طبعًا بموت فيها. يلا بينا. يلا علي على نسمع الكوبليه ده من اغنيه لولا الملامه للست ورده. كان ناخد فاصل، بعد فاصل نرجع لكم فرقه السنوات مع منى الصباحي. خليكم عندنا لو سمحتوا. مزيكا ده معايا ديزاينر عامل حاجه حلوه زياده عن اللزوم. كل يوم بتبسط اكتر وبيجي لي امل اكتر لما الاقي عندنا الصناعه المصريه والديزاينرز او المصممين عندنا عمالين يبتكروا ويستخدموا خامات وكذا وكذا وكذا. خليني مره ثانيه كده ارحب النهارده بضيفي المصمم احمد عبيد اللي مشرفني ونورني. احمد ازيك؟ يا اهلا. ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ الحمد لله. فكرني كده، انت بدات في الشغل في الحاجات دي ازاي؟ تمام. احنا في الاول بدانا كجولري، حاجات بسيطه تبقى هاند ميد برده، تبقى منحوته. وبعد كده حاولنا نطور المنتجات من بعد ما طبعا جينا عندك في الاستضافه. موضوع التيبلز دي طبعا فكره شريف يا جدعان. اوكي. بدانا نعمل بقى قرص لوحدها. نشوف التجربه في الاول كانت عامله ازاي، وبعد كده عملنا. طب استنى بقى عشان نتكلم على اللي انت بتقول ده. حاجه انا لازم اعصرك. اتفضل. خلينا نبتدي نتكلم. احمد لما جالي او شفته قبل كده كان عامل وكان ابتدى يتشهر قوي بالخواتم دي. اوكي. الخواتم اللي هي جزء منها خشب وجزء منها ايه؟ ريزن. ريزن اللي هو يعني ايه؟ اللي هو الايبوكسي. الايبوكسي. وانا في الحقيقه انبهرت بالشغل وبالكواليتي بتاعت الشغل بتاعه، وبالطريقه كمان اللي بيبيع بيها او العلب بتاعته. انت مش جايب لي هنا علبه؟ فين العلب؟ مش مشكله. العلبه اللي هو بيحط فيها الخواتم دي. الموضوع وبرده بيعمل البصه. ده جلد طبيعي. ده جلد طبيعي بالظبط. اللي هي الدلايات اهي، علبه من العلب اهي، عايز اوريها للناس. طريقه البيع كمان وطريقه التغليف انا بالنسبه لي اشوف انها مهمه. هو عامل الحاجات كلها في علب خشب عليها البراند بتاعته اهي. قول لنا اسم البراند عشان كيارا اوشن. كيارا. كيارا اوشن. كيارا اوشن. كيارا بتتكتب سي اتش اي اي ار اي بعدين اوشن او سي اي اي ان. كيارا اوشن. انت ممكن دي فيسبوك دي فيسبوك وانستجرام. ممكن برضه هم يخشوا على جوجل يكتبوا كيارا اوشن هيطلع لهم كل البيدجات بتاعتنا. اوكي. ابراهيم انت ممكن تعمل كلوز عليها اكتر ولا صعب؟ انا عارف انها صغيره قوي منمنمه، بس لو نقدر نعمل له على اللوجو والبراند بتاعه. عايز اعمل له دعايه اهي. كيارا اوشن. كيارا بتتكتب سي اتش اي ار اي اوشن او سي اي اي ان. كيارا اوشن. احكي لي بقى هنا طبعا في الكولكشن بتاعتك الرهيبه، وفي حاجه جديده برضو احنا عملناها اللي هي الصينيه اللي هناك دي كمان، ما هنوريها للناس بالزبط. بس احكي لي بقى ال 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 الحاجه. انت عامل هنا سلاسل مفاتيح وعامل الدلايات، وهي تنفع اولاد وبنات على فكره بالزبط. الحاجات بتاعتك كلها والخواتم
الحاجات تجنن والفكره عبقريه وفي حاجات مدخل فيها كذا لون. ها بالظبط كذا لون من دي بتتعمل كلايرز دي ممكن نقعد فيها تقريبا 4-5 ايام عشان نعمل لايرز دي ليه بقى؟ على اساس ان كل لايرز بتعمل لوحده بيقعد 24 ساعه بالظبط كل طبقه بتتعمل لوحدها هنا في نبيتي ازرق اصفر اخضر بصوا اهي دي هوريكم واحده ثانيه باينه اكتر هنا الاورنج دي بالظبط برده خليك 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 خليكم عاملين كلوز عليها انا ايديا ثابته هنا برده في الاورنج هنا في الازرق مع الاخضر هنا في درجات الموف مع الخشب هنا في درجات الازرق وكله جواها فيها قطع خشب انت غير الخشب بتستخدم حاجه تانية قطع حاجه تانية لا هو الخشب لغايه دلوقتي وما ننساش برده ان الحاجه تبقى ماستر بيس وهاند ميد طيب انت فكرت في موضوع انا هو وهو معايا قلت له لما تعمل بيه من الريزن ده لان الريزن دي ماده قويه بالظبط انت بتعمل بيها ترابيزات ففاجئني وراح عامل الترابيزات وانا مبسوط ان هو عمال يقول ان دي فكرتي ده وانا مبهور اصلا على الحاجه دي ده دول ان هو راجل اصيل طيب تعالى بقى ناخد الترابيزات من ورا هنا اهو احنا اصلا جددنا ديزاين معانا اللي هو الريفر ده اهو بالظبط ده ايه بقى جبنا ده اسمه ريفر اللي هو النهر نسميه ذا نايل على طول احنا جبنا الشكل ده اصلا من جوجل ماب الكونسبت وبعد كده عملناه على السي ان سي وبعد كده حفرنا وبدانا نحط الماده بتاعتنا طب فهمنا ده ايه وده ايه وبصوا عايز اقول لكم ده ماده ودي ماده بس تحط ايدك كده ما تحسش ان في فرق اكن الاثنين حاجه واحده يعني واملس جدا كمان ده الريزن ده الريزن بالوان الالوان هي بتاعت الجولري وضيفين بقى حاجة تجد. كمان اللي هي الجولدستون تحس ان ده اونيكس رخام اونيكس بالظبط وضفت ايه عليها؟ حطينا بقى الجلوينج ستون طبعا مش مهندس يعني. هاني احمد ادانا ماتريال لسه جديدة اللي هي بتمتص اضاءة وبعد كده بتفرغ يعني في بالليل يعني اه بالليل يعني طفيت شعر يعني لو دلوقتي طفيت الدنيا هتنور؟ دي هتنور ودي هتنور والواحد اكبر ابراهيم ينفع تضل نور الشارع؟ نشوف هيحصل ايه؟ شوف كده ضلمه مش مشكله حقيقة عليا طيب هنا دي ايه بقى هنا حطيت فيها قواقع احنا حطينا قواقع وحطينا شعاب مرجانيه والارضيه بتاعتها هي حبيبات ايبوكسيه لسه برده حاجه جديده عملناها ارضيه عشان برده يبان طب ان انت دي سميتها اللي ورا دي الريفر ديزاين دي هسميها ايه دي اوشن جالاكسي اوشن علشان أوشن قاع ممكن الاوشن اللي هو المحيط بالظبط والجالاكسي عشان لما تيجي انا عايزك تسمي الحاجه معاك باسامي عربي وليها علاقه بمصر ماشي نخليها انا رخم بس احنا مالناش لما عندناش محيط اصبر بس اصبر احنا الترابيزه دي تسميها ريفر نايل تمام صح ريفر نايل ودي هتسميها ريد سي اللي هو البحر الاحمر ماشي حلو تمام كده صح وهنشوف لك حاجه ثانيه هتسميها حاجه ثانيه انا اختلف يلا اطفي النور كده هنشوف بقى اللي بيحصل سواء طبعا عشان يبانوا لازم النور يطفي قوي مش هينفع نطفي نور زياده عن اللزوم عشان احنا برضه برنامج تلفزيوني اوكي لازم تطفي ممكن سنه كمان ما لا مش هنقدر نطفي اكتر من طب احنا ممكن نعمل عليهم كلوز والدنيا ما تطفيش اوكي ورينا كده بصوا بقى لا طبعا في فرق في فرق لما النور اتطفى هي ايه بتمتص الاضاءه ولا هي بتمتص الاضاءه وبعد كده بتفرغ نورت ماشي طيب احكي لي عن دي بقى تمام ديت انا عايز اقول برضو طريقه التصنيع عشان برضو الناس تبقى فاهمه احنا بنتكلم في ايه هو بيبقى قالب بنحط الخشب بعد ما نعالجه كيميائيا وبعد كده بنصب الريزن الريزن بيبقى ماده اصلا سائله ليكويد بنحط الريزن على الخشب في قالب طبعا وبتقعد مده اسبوع وبعد كده كل الديتيلز اللي موجوده ديت بنعملها هاند ميد وبنبدا نشيل طبقه طبقه طبعا كل الكلام ده بيبقى هاند ميد وبالصاروخ برأي الصنفره طب هو ايه ده الحته دي ايه ده ريزن برضو ريزن انا افتكرتها قواقع او حاجه لا. زي قواقع طب نزلها اتفضل اهي دي الحته البيضه دي ده ريزن بس افتح شويه وبرضو كل ترابيزه بتبقى ماستر بيس مفيش واحده عمرها هتطلع زي الثانيه عشان هم معمولين خليها عشان كلهم معمولين بالايد طيب هنا برضو في دي الترابيزه دي ده خشب وريزن برضو بالظبط اوكي بص ده الاوشن ده السانسيت ديزاين احنا ممكن نسميه بالمصري ده غروب الشمس غروب الشمس بص احلى مكان بيغرب فيه الشمس عندنا في مصر انا بحب اتفرج على الغروب فيه الاقصر واسوان الاقصر واسوان بسميها لوكسور تيبل ترابيزه للاقصر
هو في فكره برضو كده يا شيف يعني سميهم حاجات مصري. انا عايز اعمل زي دي كده بس احط فيها فراعنه واحط فيها اهرامات وابو الهول والكلام ده وتبقى برضو طب بص بقى بما ان انا كل مره بقول لك فكره اتفضل. هو الريزن ده الشفاف في حتت فيه شفافه بالظبط صح بالظبط. طيب ده ممكن يبقى فواصل في بيوت يعني يعني حيطه حيطان تتعمل مش حيطه كامله يعني حيطه مش بارتيشن في الحيطه بالظبط في الحيطه يتعمل كله بالريزن ده والشفاف ده بحيث انت يبقوا يعني شفاف يعني بين الغرفه والغرفه اللي هو انا شايف بالزبط. اصلا الغرفه الثانيه صح كانه ازاز كانه ازاز ممكن ايه رايك ممكن نعمل. قلت ابراهيم اهو على ده شفاف ممكن ده يبقى شفاف يبقى بارتيشن بين اوضه وتانية انا هيبقى حلو. حاجه بقى اخيره هدبسك فيها فضل. ده ممكن تعمل منه حاجات مدوره ممكن نعمل مدوره جايه تعمل نجف نجف هتعملي من ده في النجف اكيد هتعملي من ده نجفه يعني زي ده بس بوله تمام هتقطع فيه بص بالظبط اهو زي الصينيه اللي حضرتك عاملها الافكار دي بفلوس طبعا يعني دي صينيه اهي طب ما انت ممكن زي دي تتعمل بوله تمام خلاص وهتعملها زي ما عملت هنا الخروم دي هتبقى نجفه متعلقه صح وبرده الاضاءه هتضرب فيها فتعمل شكل كويس هيبقى هيبقى في لمبه في لمبه فهيبقى فيها بالظبط حلو اشتريها منك دي اهي امسك لهم كده الصينيه اتفضل اهي دي الصينيه اللي هو عاملها والمره الجايه هيجي لي عامل لي بارتيشن وهيعمل لي نجفه انت عارف ان انت ممكن تعمل احواض سمك بالبتاع ده حوض سمك تعمل حوض سمك قطعه واحده قطعه واحده هو دايما حوض السمك بيبقى ازاز وبعد كده بيتقفل بيتقفل انت هتعمل حوض سمك ممكن بقى تعمله مدور تعمله مربع تعمله اوفال واحواض برضو الايد واحواض الايد انا قلتها لك شرفتني ونورتني انا مبسوط بيك وسعيد وميرسي ان انت الفكره عملتها ترى بالذات انك ده شرف ليا جدا بجد الشرف لينا ان احنا بعدنا مصممين بيبتكروا بيطلعوا خارج الصندوق وبيعملوا حاجات جديده ومختلفه زي احمد عبيد شكرا. كل ما في كولكشن جديده كل ما بتطور في نفسك تكلمنا الشارع شارعك وتيجي تعرض هنا حاجتك ونعمل لك دعايه وهنقول اسم البراند بتاعك ببلاش علشان تبيع وتصدر الحاجات دي. شكرا جدا لدعمك يا شريف وشفت معاك كمان مره نورتني وشرفتني ميرسي مره ثانيه لاحمد عبيد خلونا بقى نشوف فاصل ونرجع لكم بعد الفاصل مع باسنت الحمامي ونشوف الاكل بتعمله الخالي من الجلوتين خليكم معانا لو سمحتوا رجعنا لكم مره ثانيه الفقره دي هنتكلم فيها عن الاكل الخالي من الجلوتين انا ما عنديش خبره رغم ان انا حد يعني بيفهم شويه في الاكل بس مش فاهم ايه موضوع بقى الاكل الخالي من الجلوتين وده بيعمل ايه والناس اللي بتقول لك ما اكلش عيش والناس اللي حاجات كده انا ملخبطاني فجبت لكم النهارده اللي هتفهمنا الموضوع ده بتفاصيله باسند الحمامي هي مؤسسه سي سولت بيكري وكافيه وخبازه معتمده من اي سي اي اف هتقول لنا برضو يعني ايه دلوقتي منوره يا باسند اخبارك ايه الحمد لله كله حلو كله حلو احكي لي بقى حكايتك وفكرتي في المشروع ده ازاي هو انا ما فكرتش فيه يعني كرييتيفلي هو حصل لي حاجه شخصيا انا دايما كان عندي مشاكل مع الاكل وانا صغيره بالذات الالبان ومش فاهمه طبعا ان في حاجه اسمها حساسيه القمح او هي حاجه اسمها مرض السيلياك عشان بس نبقى اوكي مور بروفيشنال سيلياك سيلياك ديزيز اكتشفت بعد فتره ان كان بيجي لي سيمتومز معينه اعراض يعني ممكن تفكر ان هي بتيجي مثلا من حاجه تانية من دور برد او من اي حاجه طلع في الاخر ان الاعراض دي جايه من القمح نفسه كل ما باكل من القمح بتدمر الامعاء و كنت ايه اللي بيحصل بقى يعني بيحصل بطني توجعني أوكي. يحصل امساك اسهال تجيع حاجات كده بالظبط وحاجات بقى في الجلد انا بسمع ان ليها حاجات في الجلد فظيعه النفس طبعا الانكزايتي والبانيك اتاكس بتيجي عشان الجسم بيحاول يأتاك الحاجه اللي انت دخلتها جسمك حاجه يعني فيري كومبليكيتد ملخبطه خالص فان انت تعمل الكونكشن ما بين ده والاكل العيش او اي حاجه انت بتاكلها يوميا يعني انت ما بتاكليش عيش دلوقتي ما انا بعمل بقى العيش البديل طيب انت بقى اكتشفتي الموضوع ده ورحتي بقى ايه قررتي ان انت مش هتعالجي نفسك بس او تهتمي بنفسك بس انت عايزه تهتمي بناس حواليكي عندهم نفس المشكله دي بالظبط عملتي ايه حللت اول حاجه انت دارسه ايه اصلا انا اصلا صحافه واعلام وماركتنج اوكي
اوكي. وكنت شغاله في ادفرتايزنج وماركتنج وكانت حياتي نورمال. وحصل لي فتره كده كانت صعبه شويه، حصل لي حاجه في الغده، ف ده بقى لينك للجلوتين. لونج ستوري شورت، يعني هو الشخص لازم يحلل بلاد تيست او في تحاليل تانية كتير بتحصل عشان يبين هو عنده حساسيه من ايه، القمح نفسه او الالبانه او اي اكل تاني. ومن هنا يعني اكتشفت ان مفيش دواء بقى، مفيش وان تايم كده دواء. هو في ستايل اوف لايف، في نظام غذائي واسلوب حياه لازم تمشي عليه. تشيل بقى الجلوتين من الدايت، من كل حاجه. ولو في برضو مشكله من اللبن تشيل اللبن. طب هل رحتي بقى درستي عشان تفتحي مكان ولا عملتي ايه؟ يس، خدتي سيرتيفيكت؟ يس. اوكي. ICIF دي مدرسه في ايطاليا. هذا مش في مصر يعني؟ لا مش في مصر. لا وقتها ما كانش في حاجه بقى في مصر خالص، ولا دكاتره ولا تحاليل ولا كانت صعبه شويه شويتين. بس جلوتين فري بيكنج عموما في العالم خلاص بقت حاجه معروفه، الناس فاهمه يعني ايه جلوتين فري لايف ستايل. هو مش هو بقى ترند شويه، صح؟ احنا دايما بنسمع جلوتين فري جلوتين فري. هو اتس حلو ان دلوقتي كل الناس عايز تبقى هيلثي، دي حاجه كويسه، ولكن الجلوتين فري ده هو لايف ستايل. عشان الشخص اللي عنده مرض السيلياك هو حتى ما يقدرش يبقى في مكان فيه ضيق في المطبخ، في الهواء او في الهواء فعلا، لانه لو شمه هيحصل له رياكشن على طول. ففي ليفلز في مرض السيلياك، في الجلوتين سنسيتيفيتي او انتوليرنس زي ما بيقولوا، وفي الشخص اللي هو عايز يبقى هيلثي بيبعد عن الوايت دي الابيض يعني عموما. فانا عندي الحساسيه من القمح. اوكي. فاكتشفت بقى عشان انا بحب الاكل، انا عايزه اكل عيش يعني، عايزه حلويات. عيش وجاتو وكيك وكيكس وباستا. باستا بيكري بالظبط. اكتشفت البدايل بقى. اوكي. قعدتي درستيها بقى. يس يس. اوكي. وقررتي تفتحي حاجه عشان تبيعي الاكل ده. بالظبط. صح كده؟ ونعمل الدقيق بنفسنا لوكالي. انا ما يعني بصنع كل حاجه بنفسي هنا في مصر. اوكي. دي الرز، دي الكينوا، دي الحمص وال. بس الكينوا ده يبقى غالي قوي مش كده؟ لا، مزروع في مصر. مزروع في مصر. يعني انت كل البراند بتاعتك او الماتيريالز اللي بتستخدميها في اكلك كلها مصنوعه في مصر. بالظبط. عشان كده هي معانا النهارده، عشان كده عايز اعمل لها دعايه. yes. عشان كل حاجه عندها مصري. طيب تعالي بقى نشوف انت جايبه لي هديه هنا اهو. اولا انت قررتي تفتحي بيكري، هو مكانه فين؟ وكافيه. وكافين زمالك. في زمالك. اسمه سي سولت بيكري. طب سي سولت اللي هو ملح البحر. ملح البحر. طب اشمعنى؟ عشان بحبه. اوكي. بس واند كافيه. هنا مكتوب على العلبه جلوتين فري وايه؟ وشوجر فري وشوجر فري او ديري فري وشوجر فري. يعني هنا مفيش ولا سكر ولا منتجات البان ولا جلوتين، يبقى ايه في الاكل؟ في ايه في الاكل؟ بعمل ببدل السكر الابيض او البروسيسد بالعسل او العسل الاسود. اوكي. الالبان بصنع برضو اللبن اللوز ولبن كوكونات. حلو. والحاجات طعمها ايه بقى؟ ادوق بقى. اكلير. ودي شو؟ شوكولاتة؟ تبقى شوكولاتة عادي؟ يس، بيور شوكولات. حد يجيب له منديل بقى. لا مش مهم. اوكي. عادية صح؟ لو انا ما قلتش ان ده جلوتين فري او ده خالي من اي حاجة هتحس انه صحي بس. يعني لازم اقطم قطمة تانية واقول لك. تحفة. بس خلاص. هل دي نفس الطعم؟ خلاص. تقريبا. ندوق برضو. ندوق برضو. يعني ليه لا؟ دي ايه بقى؟ شوكليت اكلير. محشية ايه؟ شوكليت، بيور شوكليت. انت بتعملي الحاجات دي بنفسك؟ الريسبيز كلها مني. بس معاكي شيفات؟ لا، انا عندي تيم صراحة هايل دلوقتي. واو. يس. فيري نايس. جود. فكرة ان انا فعلا لو ما قلتش لحد ان ده خالي من اي حاجة. في حوادق عندك؟ مش في حوادق. في. فمش تجيبي لي؟ اجيب لك فطار؟ حاضر، المرة الجاية. وغدا وسلطات وكل حاجة. بيتزا؟ بعمل بيتزا جلوتين فري.
وبنعمل رافيولي وبنعمل كل حاجه. عندك صفحه على فيسبوك وعندنا ويب سايت كمان يس seasaltbakery.com seasaltbakery.com والفيسبوك موجود والانستغرام موجود. اسمهم ايه؟ seasaltbakery وانستغرام seasaltbakery. والله انت شرفتيني ونورتيني. ربنا يخليك. انا سعيد بيكي قوي. ثانك يو. بصي هو انا اكتر حاجه بهراني فيكي عارفه ايه؟ ايه؟ ان انت جالك مشكله في حياتك في حاجه فما عالجتيش نفسك وقلتي هفضل اشتغل في شغلك وحياتك. لا طب ما انا هساعد الناس الثانيه اللي عندهم نفس المشكله دي واعمل لهم اكل يناسبهم. بالظبط. فدي اكتر حاجه انا يعني مش لاقيه حاجه في مصر يعني مكان اروحه والاقي اكل اللي انا عايز اكله. يعني صح. دي كانت اكبر مشكله بالنسبه لي. كان لازم دايما اخلص في البيت. بس انت بتاكلي لحمه وفراخ وكده؟ إيه لا وقفت اللحمه برضو صراحه. بقيتي فيجيتيريان؟ هو الناس شويه ما في عشان الهضم بس يبقى أحسن يعني ما هي غاليه سهل. كمان غاليه شويه. وفرتي. شرفتيني نورتيني بجد. مبسوطه ان انت معانا النهارده. وكل ما تعملي حاجات جديده كده تعالي وريها انا معاكي دايما. اما رجعتي كده تطبخي لنا عندنا في البيت خلاص. yes. احنا عندنا بيكري اهو. ايوه شفته. بيكري شارع الشريف. بشكرك. ميرسي باسل على وجودك معانا النهارده. هنسمعك دلوقتي. بتحبي ام كلثوم؟ يا ريت. محدش بيحبها. انا طلبت منك ام كلثوم. هنختم لك دلوقتي بحاجه كده كوبليه من يا مسهرني وبعد كده ارجع لكم مع حسام المراغي. خليكم عندنا في 4 شارع شريف. مزيكا الماسكات الطبيعيه ومش عارف ماسك الايه الحاجه الواحده اللي هو قاعد يقولها في الاول دي هنعملها لكم دلوقتي وتشوفوا بقى هيفلح ولا مش هيفلح. استاذ حسام المراغي ازيك شريف؟ ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ انت كويس؟ الحمد لله تمام. انا نفسي تتكلم بالطريقه وتعمل الحاجات اللي بتعملها واحنا في الفاصل اللي هي بفضل اتكلم على الماسكات والحاجات دي بس ما بقدرش الطريقه وانت بتتكلم على بس بالطريقه اللي انت بتتكلم بيها انجليزي يعني والماني واللبناني ماشي. انت بتتكلم الماني؟ طبعا والله. انت متربي على الغالي. طبعا. طب قول لنا بقى الوصفه بالالماني. لا ما اعرفش الوصفه بالالماني بصراحه ما اقدرش في الدرجه. ليه؟ ازيك شريف؟ انت كويس؟ الحمد لله. ابدا؟ انا هسكت خالص. طب انت لازم تسكت. انت واكل رنجه واكل 3 كيلو رنجه بره بالبصل وعامل جينا نقول له ايه؟ تعالى كل معانا رنجه بالبصل لان انا كلمه كده ما فهمتش دي كلمه ايه؟ يعني ايه اللي انت قلته؟ قولها كده؟ لا هو الرنجه يعني ريحتها فايحه جدا جدا واحنا النهارده في وهو طبعا مش عليه فبالتالي الوضع كان صعب جدا. ايوه مالها الرنجه يعني؟ لا رنجه هايله. انت بقى مالك تاكل رنجه عشان انا شخصيه كلمه كده انجليزي مملحه جدا. لا انت قلت كلمه انا ما فهمتهاش قولها دلوقتي. مملحه سولت يعني؟ لا انت قلت حاجه بالفي. فيجن. يعني ايه فيجن؟ يعني في ناس كثيره جدا بتبقى فيجن هم ما بياكلوش اي حاجه فيها لحمه. حساسيه في فين يعني؟ لا ما بياكلوش لحمه او فراخ او لحوم. نباتيين؟ انت نباتي؟ فيجيتيريان يعني. طيب اتكلم؟ اتفضل. عايز تقول حاجه؟ اهو. طيب النهارده هنتكلم على التجميل بالوصفه الواحده او بالمكون الواحد او بالانجريدينت اللي ابتدي نقول للناس على وصفات يفضلوا يعملوها في البيت. نقول ايه؟ قلت لي عايز اتكلم بقول لك اتكلم انا ساكت اهو. طيب بدل ما نقول للناس على وصفات يفضلوا يعملوها ويقلبوا ويخلطوا اوكي قلنا النهارده حاجه هيجيبوها من المطبخ ويحطوها لوحدها خالص. انت تفتكر ايه المنتجات التجميل اللي انت ممكن تجيبها عشان تستخدمها على بشرتك او شعرك مثلا؟ حاجه زي ايه؟ اديني مثلا حاجه كده تقول لي انا مثلا تقول لي مثلا غسول الوش تنظيف البشره مش عارف حاجه ماسك سكراب حاجه كده. انا يعني في المطلق انا ما اعرفش لان انا اساسا بغسل وشي بالليفه. شريف احنا مش احنا مكان منطلق الجمهور. سكر بني. طيب يبقى احنا بنتكلم على ايه؟ سكراب ده بنك بالظبط. الله ينور عليك. يعني صنفره يعني تجيب شويه السكر وتعمله بيه على الكوع كده اهو ينعب ويبقى نظيف وحلو ويشيل كل الجلخ اللي فيه. الجلخ هو دي كلمه وحشه مثلا؟ ال 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 الخلايا الميته او عوامل الجو الخارجيه اللي بتسبب فيه انها تخلي البشره ما فيهاش نضاره. انا قلتها في كلمه واحده. الجلخ؟ انا عاوز اقول كل ده الناس فاضيه هي الناس هتسمع كلمه وتخلصنا. طب بص بقى يا شريف احنا النهارده بنبقى عايزين كل ما تقف جنبي اقعد اهرش من الرنجه اللي انت واكلها وبتتريق عليا في الاخر. اتفضل. خلينا نتكلم على ان البشره بتحتاج ان احنا نعمل ماسك. فاحنا عندنا ماسك اسمه ماسك مش ماسك ماسك قناع على البشره
للبشره الدهنيه والبشره الجافه. فايه الماسك اللي احنا ممكن نعمله للبشره الجافه؟ ممكن تستخدم زي ما هو المرطب او الزبادي. الزبادي فيه ايه؟ الزبادي فيه لاكتيك اسيد او الفا هيدروكسي اسيد اللي هي الحاجه اللي بتدخل في البشره على طول، وفيها الفيتامينز. باخد شويه من الزبادي ده وهبتدي اعمله على الوش بحركات دائريه واسيبه من 10 ل 15 دقيقه، وبعد كده اقوم غسل وشي. يبقى انا كده اخدت ترطيب. وينفع جدا 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 البشره اللي فيها زي التهابات، تبقى كويسه جدا جدا. بتحط الزبادي ده، بتحط الزبادي كده ونحط على وشك. بتاخد معلقه صغيره وبعد كده بتقلبه كويس جدا جدا. نصفيه من الميه ولا نسيبه؟ لا طبعا نصفيه من الميه. اوكي خلاص ماشي. ده فيما يخص الزبادي. يبقى دي اول ماسك اللي هو ماسك الزبادي. ماسك الزبادي فقط من غير حاجه. من غير حاجه بناخد الماسك الزبادي بنقلبه كويس جدا جدا لحد ما يبقى عامل زي اللوشن، وبنبتدي نحطه على البشره تانية. وعلى الرقبه. ده يعني بشره الجافه. البشره الجافه ايه تاني هنا للبشره الجافه؟ البشره الجافه ممكن تستخدم زيت الزيتون. زيت اهو زيت الزيتون. بس زيت الزيتون هنا مش هيبقى ماسك، هنستخدمه زي اويل بيتحط على، بيبقى زيت بيتحط على البشره. الميزه الرائعه اللي في زيت الزيتون اللي هو بيمتصه البشره كويس جدا جدا جدا، وفي فيتامين زي فيتامين اي واي. اي ده بيبقى حاجه ضد الاكسده اللي هي بتبقى مهمه جدا جدا علشان البشره ما تجعدش. بناخد نقطه منها ونسخنها في الايد كويس قوي 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 قوي، ونبتدي نعملها على البشره. بنسيبها من 10 ل 15 دقيقه، وبعد كده بستخدم ايه؟ عندي السكر البني او السكر الابيض. ده للبشره الجافه. ده للبشره الجافه. اوكي ببتدي اخده حتى لو بشويه زيت زيتون او بشويه ميه، اعملهم الاثنين على بعض وابتدي افركه. طيب ايه الاثنين على بعض اللي هما ايه؟ اللي هو الميه مع السكر البني او الميه او الابيض. او يعني ده او ده. مش الاثنين مع بعض. بالظبط. يا اما سكر بني يا اما سكر ابيض. بالظبط. وفي ناس كتيره جدا بتبقى بشرتها حساسه قوي. انت عارف يا شريف ان البشره الحساسه ده مش نوع بشره. البشره الحساسه ده سب نوع من البشره. يعني انت عندك مثلا البشره الدهنيه او الجافه او المختلطه. البشره الدهنيه او الجافه او المختلطه بينزل تحتها جافه حساسه، دهنيه حساسه، او مختلطه حساسه. ده بيكون في سبب للحساسه. طبعا بيبقى في سبب كتير جدا. بيبقى في حتى ايفن الاسباب، ان في ناس بتستخدم البرودكتس الغلط او المنتجات الغلط. ففي الحاله دي مش هستخدم السكر الخشن او ده، هستخدم السكر لازم يبقى مطحون بشكل غير طبيعي علشان ما يلهبش البشره اكتر. عندي حاجه تانية، بياض البيض. بياض البيض ممتاز البشره قد الايه؟ لا بياض البيض لكل انواع البشره بس بيشد. اوكي بس هنحطه كده هوت ولا بنقلبه؟ انت زي ما هو كده، انا عايزه زي ما هو. بتحط فيه فرشه المكياج وببتدي اعمل، او اي او بنات فرشه مكياج عشان عندهم، الرجاله هيستخدموا فرشه ايه؟ الحلاقه. هتحطها فيها وابتدي احطها على البشره. خلاص بتعمل ايه؟ بتشد الوش جدا جدا جدا. اهم حاجه في بياض البيض ان احنا ما نعملش الحركات التعبيريه علشان بيبقى غلط جدا، لانه فعلا بيشد الوش قوي. طيب عندنا العسل. العسل رائع للبشره اللي فيها ترطيب، واللي فيها حبوب، واللي فيها سكارز اللي هي اثار الحبوب، واللي فيها احمرار لانها انتي بكتيريال. وفي نفس الوقت بيعمل غير انه الترطيب جدا 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 بيخلي البشره صافيه قوي. العسل الابيض طبعا. العسل الابيض يعني زمان كانوا بيغسلوا بيهم وشهم مع شويه الميه. فاحنا ممكن يتحط مع زيت زيتون للبشره الجافه جدا جدا جدا، وممكن احط نقطتين ليمون مع البشره الدهنيه. ايه ده؟ ده زيت جوز الهند. ده الايه؟ زيت جوز الهند ده بقى لكل انواع البشره. ممكن استخدمه، هو عمل الحركه دي علشان خاطر مع السقعيه. وده معناه ايه؟ ده معناه ان هو بيور، لان كل ما هو يبقى لونه ابيض اكتر او بيبقى لونه عامل زي التلج، ده معناها ان هو بيبقى بيور اكتر. وده المنتج. ده تاني بشره؟ لا ده بقى هبتدي ادخل هنا في الشعر. ده شعر. ده هو طبعا ينفع جدا جدا للبشره للترطيب، بس اكتر للشعر للتقصيف والهيشان. بستخدمه زي ما هو كده، احطه على الشعر واحطه على اطراف الشعر، بستنى ساعه لساعه ونص، وبعد كده اقوم غسل الشعر. طبعا لو قعدت تحت البخار بيبقى رائع بشكل غير طبيعي. صفار البيض برضو من الحاجات الكويسه جدا للشعر. صفار بيض على الشعر؟ رائع. ليه؟ لانه فيه بروتين وفي كرياتين. 70% من البروتين اللي فيه فيه كرياتين، which is اللي هو بيستخدم لوحده. بس طبعا ما بحطوش دايركت على الشعر، ممكن اقلبه كويس جدا 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 مع الافوكادو، او ممكن اعمله مع زيت الزيتون. في ناس بتحط مايونيز على شعرها باي ذا واي، لان هو عباره عن خل فويتش از كويس جدا جدا للشعر الدهني وبيض. والبيض 70% منه طيب البروتين. انت هنختم بقى، فعايز تقول نصيحه في الختام؟
لا بس ممكن اقول سريعا كده سريعا معلش علشان في حاجات ما قلتهاش. احنا عندنا الزبادي هقلبه كويس جدا جدا لوحده واستخدمه كلوشن او كماسك للبشره الجافه. زيت الزيتون للبشره الجافه. زيت الزيتون برده رائع للبشره الجافه بستخدمه كانه فيشل مساج. السكر الاثنين مع بعض بقلبهم كويس جدا جدا مع بعض. مش قلت كل واحد لوحده الاثنين يعني كل واحد لوحده حاجه منهم اقلبه مع زيت الزيتون او مع ميه واحطه على البشره. لكن لو البشره شديده الحساسيه لازم اطحنه كويس جدا. العسل ممتاز بس اخففه بميه للبشره اللي فيها الحبوب. بياض البيض لشد البشره طبعا الاولاد البنات او البنات. زيت الجوز الهند رائع للهيشان او التقصيف بتاع الشعر. صفار البيض ممتاز للشعر بس لازم اضيف عليه بعض من انواع الزيوت او ممكن حد استخدم الافوكادو واعمله حد ماسك على الشعر بسيبه ساعه وبعد كده اقوم غاسل الشعر كويس جدا. ميرسي يا حسام. ميرسي شريف. ميرسي على الوصفات الحلوه دي. بشكر حسام جدا جدا النهارده قال كميه وصفات كتيره وكلها سهله ومش مكلفه. بشكرك ميرسي شريف. دي كانت نهايه يومنا النهارده. يا رب تكون اتبسطتوا. عندنا النهارده في 4 شارع شريف عندنا اعاده على قناتنا قناه الحياه الموف بعد دقايق من دلوقتي يعني الساعه 6 وغير الاعاده الصبح على الحياه الحمراء من الساعه 8 ل 10 واعاده ثالثه على الموف من 10 ل 12. محدش كده عنده حجه بقى. طب نختم يومنا النهارده باغنيه للعندليب عبد الحليم حافظ. جاهزين يا مزازيك؟ مزيكا. شكرا لكم وباي باي.